السلام عليكم يا جماعه مقطع جديد اليوم جاب لكم ماين كرو الحلقه العاشره ان شاء الله يعني الحلقه اللي راحت كانت عباره عن بث مباشر هذه الحلقه سوينا مشروع يعتبر مشروع من زمان افكر فيه صراحه من بدينا السيرفر بس الحمد لله خلصنا المشروع في هذه الحلقه كنت خلص اني اخلص المحل حق المشروع ذا عشان اسويه في هذه الحلقه لكن ما امداني الامانه شغل متعب جدا فبتشوفون لقطات كثير وفي اشياء ثانيه عيديات جتني وعيديات أهديتها وان شاء الله تستمتعون وكل عام وانتم بخير والله يسعدكم جميعا على الدعم اللي قاعد تسوونه خليكم على المقطع. ايوه شو الاخبار في الصول؟ والله الحمد لله شو اليوم؟ الحين معنا في الصول راح نسوي مشروعنا القادم باذن الله مشروع خرافي اسطوري هو شو؟ وايش؟ هو اكيد بيصير هو اكيد بيصير خرافي بس إن كنت أنا... مشروع لا يا اخي الله يا اخي الله لا, يا لا, لا <applause> الحين حرشت عشان ما يقول عطني <applause> ارباح لا والله اني مخ شوف 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 مشروعنا مو مبنى... قلنا لا مو مشروعنا مشروعك لا مشروعنا خلاص طيب مشروعنا امسك هذه رشوه مبدئيه <applause> <applause> طيب شوف 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 اول خطوه حلو لازم نسوي لينك من البوابه حقت كاثي نروح للرف فأنا استويت تو على أساس أعلمه على أساس أعلمك ويعني يستفيدون بعد المتابعين إن شاء الله إنه ما أنهرج وتصير غلط. إيه آه ساطة شو تصير شوف يقول لك على أساس إنك تسوي لينك بين بوابة هنا وبوابة كفن النذر اللي تبغاها بالضبط. أمم. يقول خذ الأحداثيات هذه اللي هنا. حلو اللي هو الإكس والزد. هنا هنا على اليسار. كني بدخل إيه هذا بوابة. اي كأنك تدخل بوابة. أوكي شف. أوكي. الإكس حقك هذا وهذا الزد حلو. أوكي. فهو إيش يقول يقول روح أدخل الحين. أه خل نروح تعال 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 خل نروح لل شو اسمه تليبورتر ونروح للجولد فارم على اساس مره واحده طيب اجيب الوول والاندر بير هذا الشي عشان اسوي ذا ولا ما يحتاج؟ أه لا احنا بس نبي نسوي لينك ترى نبي نسوي لينك حرفيا م... معك ولا عشان فلنت؟ أه ولا عال الأمانة معك يلا يلا فا يلا ف... فوشو يقول لك رحت هناك جولد فار أه حلو وداني عند عبادي اوكي حلو خلنا نطلع الحاسبه اي يقول خذ الاكس وقسمه على ثمانيه والزد على ثمانية الو... والزد على ثمانية حيب. طب انت تقسم الزد وانا بقسم ال ال يطلع 141.375 بالفاصلة ثلاثة عشان ثلاثة يطلع لا 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 141 طلع لي 453 453 طيب. و 141 ايه. يعني عندك بوابتي <applause> اي بالضبط بالضبط عند بوب اه انت قصدك من ما طلع بوابك هناك صح؟ ايه اوكي طب كسرتها اللي تحت انت هنا السؤال كسرتها انت اللي تحت هذه بوابتي اللي ادخل إيه. معها اصلا لازم نكسرها اللي تحت اللي تحت, تحت النذر لازم نكسرها طب خلينا نحط هنا احنا كسرنا هذا الحين على اساس ما يكون في مشكله كسرنا واحده ثانيه تحت بعد كسرنا الثانيه تحت طب الحين خلينا نرجع للبورت القديمه انت كسرت آه. واحده من حقتنا هذه كلها من حقاتك لا حقتي هنا وين حقه ايه من اليوم احس ان هذه حقتك تكسرت وبس انا قلت كان واحده ان يمكن حقتي اذا رحت الثاني كسرت على طول هذه هذه حقتي شوف خلاص آه، اكسر اكسر ما ما اقدر اجيك ما معي فاير طيب يروح. نرجع للفصول اي إيه، تعال تعال انت تعال انت ما يحتاج ما ندخل مع البورتال تعال تعال انت اوه سكلتن وش تولي وش تولي والله مكثرين رؤوس مجانا شوب ياسر له ها ما على راس ولا راس ولا راس يلا سلم تعال ابن يلا 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 ما في وقت كمل كذا اي خلاص كمل بعدين حبه طك ثلاث يا رب يا رب يلا عطف اللي انتهى بسم الله يا اه الله ان شاء الله تضبط ان شاء الله راح لو ما تزبط طقني والله شوف يا سلام يا سلام يا لعيب يا لعيب ايش رايك يا لعيب يا لعيب يسموني 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 على اساس يعني ما سلم موني فصور ديستون معلش له أنا وسانا ايش كانت انت بموت دخل هذا اول خطوه وخلصناها الخطوة الثانية باخذ منك ستاك فاير ورك بردها لك لا تخاف يلا خذ 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 يلا خذ يلا بردها بردها لك خلاص يا اخي طيب هذه هذه بلوكات تحتاجها نذر رايت كذا ولا ذبها نذر رايت لا ولا نذر راك معلش مو بالنذر رايت نذر راك طيب الشيء اللي بنسويه الحين حق الفروغ لايت راح نحدد المكان أوكي. ونضبط كل شيء ونرجع لكم لان الخطوات متعبة وفي نفس الوقت البناء ممل فاحتمال اني احط لكم بريبلي مود يعني تشوفونه كشيء سريع مختصفات. او مقتطفات وإن نبني طيب مثل ما تشوفون حاليا قاعدين نزاوج الضفادع مثل ما تشوفون هذه البيومات اللي تزاوج فيها الضفادع وتجيب اللون اللي تبغاه مثل ما تشوفون الابيض مثلا زوجة في اماكن الجنجل او البيومات حقت جنجل او البامبو مثل كذا الخيارات اللي تحتها بالضبط تبغى اللون الاخضر الخيارات اللي تحتها وبرتقالي خيارات اللي تحتها فالموضوع متعب شوي وترى الرسبون حقهم يطول فأتمنى انك تشوف فيديو اللي تحت في الديسكربشن حق شخص هو اللي شرح كل شيء وانا اخذت منه الخطوات كلها كامله سواء من الضفادع ولا من البنايه اللي يبغى يسوي المشروع هذا لازم تشتري الصبر من الصيدليه قبل ما تسوي نعم. هذا الشيء نعم وش لازم انك تفكر مليون مره قبل تسوي المشروع حرفيا حرفيا يوم جمعنا يمكن والله ما ادري بس يعني ساعتين بالراحه ساعتين ساعتين بالراحه بس دول نجمعهم بس الضفادع يا شباب بس الضفادع يعني الاشياء الباقيه حقت بناية مره سهله ما يبغى لها شيء ناخذ الحين اول واحد وقت نقله العفش يا طيب ليش ما يضغط عليك اليمين؟ لا, لا لازم على الفنس تفك الحبل منه طيب هذا الاربعه كلهم هذا تعال 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 يا حبايب يا حبايب يا حبايب ممكن تجون أصو أصو, أصو, أصو أصو ايوه 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 بدوا أيوة. بدوا ها بدوا لا في واحد, واحد واحد ناشف اوكي اوكي شوفوا شوفوا طيب تبيني ابنيها بلوكتين احسن خلنا ابنيها حط, حط, حط بلوكه وخر وخرهم طيب وخر شوي طيب تعالوا شوي ابغاكم سالفه يلا يلا جبنا عارف تعال ها هذا يبغى يقرا ما حد ما حد ما حد ما حد يلا 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 شو شو العباطه صمم <applause> بلوك والله بدر انتك فحطها في البلوكات اقطع بليز مستحيل والله والله مستحيل الحين بيقول ابغى اربع والله لو قالها يمكن اذبح واحد <تصفح> والله تعبنا يا عيال تعبنا ها <applause> بالله انت الله انتبه با... انا 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 اللي زلك اول مره اتمنى انك تموت انت ولا يجونهم طيب لازم نكسر بلوك لا لازم هم لا 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 انت تفهم ايوه تخلوا تخلوا اثنين دخل الثالث دخل الثالث دخل الرابع خلاص دخل والله كسرت السقف حق مخزني ماله 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 ينكسر السقف ولا يموتون <applause> بالضبط تعال تعال يا حبايب لا, لا 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 تعال تعال لو. تعال تعال تعال, تعال, تعال. تعال. الرابع وين؟ لا. الرابع لا. لا والله هذا هو أصفر؟ في ماقبة في باقبا في ماجبا رسمان يب انتبه تكفى طيب اطيحهم على طول كذا اي دخلهم دخلهم في الفتحات خلني اذبح ذا طيب اوكي جهز الفاير وورك تعالوا لا تطيحون لا تطيحون شو شو ما تدمجوا الله سلام الله اللهم لك الحمد ارجع ارجع جبل الاربع الباقيين ترى البيض بنو اثنين سلام باقي اثنين بس اللهم لك الحمد المشروع هذا كنت اتمنى أيوة اسويه من زمان بس بتشوفون هذا بعد العيد يعني قاعد تصور في ليله العيد كل عام وانتم بخير مقدما يا شباب وانتم بخير وانتم بخير ان شاء الله وانا بخير وانتم بخير سلوم بعد وانا لقلقت انت بخير <applause> نختصر الموضوع ما تشوفون الا الشيء البسيط اللي هو نقلة الضفادع لانها يقول لك فاينل اخر خطوه خلاص ما بعدها خطوات فعشان كذا صورنا هذا اللقطه هذا الشيء ناخذ هذا حلو ناخذ الحبال وناخذ هذا وهذا 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 ممتاز حلو حلو وش الاتشيفمنت اللي جاك؟ ما ادري يعني اول مره حلو ايتش فروج فاريانت اوه ريد اوكي اوكي عشان ها عشان الأخضر كل كل لا لا اي كل الانواع انت 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 مسكت بالحبل الابيض والبني وهذا الاخضر اخر واحد اوكي طيب ممكن تجون؟ ادخلوا؟ بشر ادخلوا؟ ما بطيح ادخلوا؟ ادفهم ادفهم باقي واحد باقي واحد بدفع 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 اه دخل 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 دفع خلاص خذ الحبال اوكي الله يا رب يا كريم انها تكمل اليوم باذن الله لا لا تكمل 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 وتضبط ان شاء الله طيب هذا الاول هذا الثاني ثالث رابع اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد باقي الاخيرين اللي باقي البيض طيب هذول ما ودهم يجون عشان كذا قلت لك بعد بلوكات هم وش اللي ما ودهم يجون؟ لا لا بعد مات لا تكفى واحد اختفى لا لا تكفى والله واحد اختفى دخلوا عندك ارجع آه لي ارجع له ارجع له ارجع لي ارجع كلهم رجعوا ثلاثة اصبر ايوه انا انا ما اشوف الا هذا واحد اثنين. لأ اثنين انا اشوف اثنين اوكي اوكي انت عندك اثنين يعني؟ إيه. اي اي اي. انا بجيبهم اسحبهم لك حاول انك تدخلهم عشان ما اجيب العيد انا وليت بعد البلكات عن النذر شوي والله في واحد ما بيدخل والله العظيم ما بيدخل شوف شلون شو بسحب الثلاث ذولي عشان ما يروحون علي بعدين بجيك اوكي اوكي okay. تعالوا من هنا يا حبايب يا حبايب يا حبايب الله يشعر الله يشعر بقوك. بقيق، بقيق بقوق تكفى في واحد وينه؟ طاح تحت والله بسحب ذولي بعدين اجيب ذاك <applause> يعني مثل ذا يستعبط ذا القفته <applause> حلو 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 وينك يا حبيبنا؟ من راح الخير؟ اكون رجالك ما عندي واحد انا لا وين اختفى ذا؟ والله مستحيل مستحيل اللي قاعد يصير من راح الاخير؟ خلنا نجي والله انه والله. احس تحت بلوكات هنا. انا شفته تحت، انا شفته تحت بس ما ادري وين راح. والله احس رجالك. لا. لا لا ما مات، هو نزل. ما ما تسويها فينا و... يا ضفدع، تكفى. الله ما شاء الله، لكن لا سواها. طيب عافي يعني ما في الا واحد بس، ان شاء الله نجيبه سهل. الاخضر وش وضعه؟ خلنا نتذكر الاخضر وش وضعه؟ الاخضر اصعب شيء، اصعب شيء الاخضر. لو يعني بالرسبنه، هو اللي في الثلج. اللي سحبته ب بلو 1400 بلوكه. وبا... كذا كذا دور عليها كاملة بعدين حبة الله الحين واحدة ثانية صح؟ اي لازم اثنين اوب اوب اوب, أوب. سلام لا من الحين تونا العيد بكرة نوم العيد بكرة يطقطق حيلة جيب الدير طيب عشان ما اطقطق طيب امسك 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 العيد بكرة هلو ايش سلام 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 ايش اللعبة؟ الله البركة اي تعال 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 كمل كمل كمل, كمل في نقطة ثانية تعال ايش تعال لك. ها حط ديرت نفس المكان نفس المكان حق الايرون اوكي بعدين حط فوقهم حط فوقهم بس حبة واحدة فوق روسهم بس خلاص تفهم خلاص بس خلصنا خلاص خلصنا ابنها بس كلها هذه و... 148 يعني شيل ونسوي كذا اي طيب بس قبل تبني. قبل تبني اذا وصلت فوق حط البارت. وانا بحط من عند روسهم ايش رايك؟ طيب. والله اول مره احس اني فنان ماين كرافت انا من <applause> في السوق لا لا ما والله انت اللي مسوي مذبحهم كلهم رجال والله يا سلوم لا سامحني تكفى والله بيتك قلب بيتي كنت من عندك داك 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 <applause> يعني يمكن بكره في المحكمه عند ريا اوب اوب لا توصل لا توصل طالع من الاستديو نحيت والله ثانيه مستحيل باقي ياس أول اوكي هذه اللو... البلكه الاخيره حط وول البلكه الاخيره حط وول اي حط وول وحط عليها اندر بيرد اوكي بس ابغى الحين الكول حق وين سلوم هو راس وسلوم. سلوم ها والله قمر راس هون ماجم كيوب نايس هذا مكان سبان يعني صح؟ ايوه هذا مكان سبان طيب السؤال هو اكيد ان بلك كثير بالضبط فوق راسهم اي اي إيه. انت انت مشيت نفس الحركه اللي فوق راسهم اي اي فوق راسهم خلاص خلاص خلاص, خلاص. يعني ببب ببب بتحط ببب تحت ببب المكان الاشياء صح؟ اي بحط بحط مكان تحت كارت ما عليك طيب تعال عندي عشان اوريك الحركه دي اوب 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 سلام اوب اوب تونا تونا <applause> يا الله الله يسعدك خلنا رقد الله سبيد رقد خرب <تصفيق> علي <تصفيق> كنت بتعذر بالنوم علقت <applause> انا يلا خذ فارس شباب ايش رايكم بالشخص اللي وصل الف كراشني والله الله تستاهل مليون والله تستاهل تستاهل المليون والمليونين والعشرة اللهم لك الحمد لله الحمد, الحمد لله الحمد لله واجدين هنا اذا معهم سلام انا بروح شوي بشي مشغول, مشغول, مشغول. <applause> اه <أدرقدي بارحب> دي ما معك كل ما بيدك تعال اغراضي الله خلنا بس بسرعه عشان ما نموت. خلنا خلنا نشوف الجستات بس. شفت نكتب لي بس الاربع بلوكات اللي فوق. اوكي تموت مره ثانيه. لعب فتح تعال شوف الاشياء اللي جمعتها. 15، 5، 10 هذه من رقتي بس؟ بس هاي من رقيتي خلاص خلاص انا اقول نوقف شو اسمه؟ التجاره. نوقفها هنا ونقفل المحل وناخذ دي. اجيب لك مليون ركوع. هو شوف راعي المشروع يقول اللي سوى المقطع يقول 5000 بلوكه خلال ساعات 5000 بلوكه يا عيال من ذا الشيء بسيط جدا شفت شفت هذا شفت هذا المقطع الكريم تستفيد منه انك تسوي هذه البلوكه يعني يمديك تبيعها الريان انا ما اخفي عندي بلوكه اوكي ارجع تبيعها الريان تبيعها اللافا يعني بتستفيد من ثلاث بلوكات حرفيا بشيل البلوكه وحط مكانها ها اوكي شوف اوكي بس تقدر تشوفهم من تحت شوف جو ما كمل وحده بعد ولا؟ لا لا خلاص انا اشوف انه يكفي شوف هي ما راح يحتاجونها بالكميات الكبيرة فما تبيعها بستاك بها يا 16 يا 32 يا نفس ريان 20 الخمهم بين 32 وبين 16 20 بكروكوين واحد يعني؟ اي ولا انت ما ادري عاد انت ابوها وسمها انت محلك طيب خلني احط هنا فلكة هذا هنا نرميها على هذا ايش رايك نحط مع كل الجهات عشان نرقى عشان نوصل لهذا هذه من تحت ما. اه اوكي 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 تفهم والله والله تفهم بدل ما نخسر ذا زي كذا حلوين وضعتها صارت وضعت عندي اللي هي الماجما بلوك والله ترى حلوه ومطلوبه في السوق على حسب خبرتك. اخر شيء ون كرون كوين نفسها لا هذه هذه اتوقع بتنباع باكثر يعني يعني تنطلب اكثر فهمت يا يعني انك تخليها 32 او بستاك يعني هاف ستاك او ستاك بخليها تشست لحالها حط ايه؟ 32 حبه بن <applause> كروكوين ولا, لا ولا, ولا الفرق لا حتى 16 ولا 20 لو حطيناها 20 طيب لو حطيناها كذا يعني ب1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 يعني 14 يعني الجست 1 بيطلع لك 14 كروكون لو بنبعث كلها اضغطوا زر اللايك اذا وصلت الحد باذن الله ما راح ينتهي المقطع هنا راح نكمل شويه تراجع طيب الحين رجعنا لكم حاليا خلينا نقول ثاني ايام العيد صباحا فالحين جاي للمكان المكان حقي او المشروع حقي عشان اخذ منه شيء راح اوزع هدايا الشباب عشان تكون هديه يعني مختلفه شويه شباب شيك لي قاعد يشتغل شغل الحمد لله احترافي وهذا ما تجابه طيب راح نعب الحين هذا الشيء راح ناخذ من كل الالوان مثل تشوفون الله جاني الاتيفمنت خلينا نسوي كذا ايش رايكم؟ كذا وهذه ننزلها تحت حبه هنا وهذه ننزلها تحت وناخذ منها ستاكات كم بقى اسوي ما ادري ترى صراحه ما ادري وش رايكم اخليها كذا افضل عشان ايش؟ نجيب يعني اجيب الماجما كيوب حلو الماجما كيوب راح اوزعها بعد بس ما راح اوزع باعداد كبيره لان الشباب كلهم يعني يعني ما شاء الله يعني كثيرين والله كثيرين أربعة ولا والله صرت صرت أربعة، انا حسب تسع اوكي اوكي يعني بدي اسوي والله كثير كميه والله العظيم جميله جدا اللهم لك الحمد طيب ناخذ الاشياء اللي هنا وناخذ من هذه شويه اتوقع هذه تكفي صراحه والله ان شاء الله انها تكفي بس خلينا ناخذ زياده لان ما ما نبغى نرجع يعني ان الشباب الحين بنعطيهم هدايا كلهم باذن الله او عيديات خلينا نقول عيديات افضل كميه الاصفر اكثر لان عندي الضفادع الصفر او اللون الاصفر اكثر بكثير شوفوا الكميه اللي عندنا اللهم لك الحمد جامده جدا فناخذ هذا الشيء وناخذ آه هذا الشيء هنا وعندنا ستاك ماجما كيوب نرجع الحين انا جاي هنا مؤفك لكن في شيء نسيت احطه اللي هو هذا سبيد الله يعطي العافيه مسوي شيء في السيرفر وقال لا حد يدخل الا هو يصور لازم تكون حاط الريسورس باك ولازم نطول الصوت فنطول الاصوات كلها وندخل ونشوف ايش فيه يا رب انه في هديات يا شباب هذا ايش فروم اوسمز عيدك مبارك كل عام انت بخير والله يعني الشباب شغالين هذا ايش هذا حق عبادي قبل يب والله شغل جميل <applause> صراحه <applause> شوف البلكات والاورات والله شيء جميل خلينا نشوف هديه اوسم زوي أو شيء هنا حاط الكوين كسر بلوكات شيء شيء جميل شيء جميل بس خلونا نرقى ونفضي الاغراض حقتنا مره اغراضنا كثير والله مره كثير <applause> وش الهدايا الثانيه يعني هذه ال الشيء هذا جامد اللي هو انسن ديبرس ما ادري وش هذا حق النذر خلينا نشوف الثانيه عيدك مبارك حلو شوف ايش جوا حلو هذه كلها من اوسمز يعني هذا ليش ما تنكسر حلو ممتاز الله 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 لوكتين نشوف الهديه الاخيره اللي مكتوب فيها كل عام وانتم بخير ونفسها انسن ديبريت والله استفادة واسم يعني المشروع حقه حق تي والمطر مزعج يا شباب مره أنا سلك فامورنا طيبه ان شاء الله طيب بما ان الحين معنا الدايموند هذا خمس بلوكات والله العظيم او خمس اوراد شيء جميل صراحه يعني معنا الشنطه وناخذ البيكاكس الفورشن كسر بالبيكاكس الفورشن نشوف كم يطلع معنا حبه دايموند يعني من خمس حبات اتوقع بيطلع 12 11 11 اوكي اوكي المفروض اتوقع اتوقع واحد لكن طيب حاليا وش بنسوي؟ لازم ناخذ ال 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 اي صح ما قلت لكم انا جبت سداح هلا والله سداح لازم لازم شو اسمه انا عندي نيم تاج بس خلنا نسميه في الحلقه الجايه ان شاء الله أن احتمال يكون فيه طير ثاني لان الجنجل قريبه مني مو قريبه والله بعيده شوي لكن قدر منها واسوي اشياء حلوه طبعا هذه حلقه مقسمه لاشياء كثير فاعتذر على الشيء لكن نحاول اننا جمع اللقطات عشان ما تملون يكون المقطع فيه محتوى عن ثلاث مقاطع تقريبا او خلينا مقطعين يعني بيكون فيه العيديات بيكون فيه المشروع الجديد واحتمال يكون فيه المحل حقنا الجديد ما ادري هل بتكون هذه الحلقه ولا لا لكن ان شاء الله ثم تشوفون هنا في ترقيع في المكان لانه يوم نسحب الضفادع الله يعطيك العافيه يا اوسمز وشكرا للعبادي وشكرا للافا لانهم اعطوني مو بس عيديات هدايا اوه ايش هذه؟ اوه جفت فروم سبيد هل هذه هي الميوزك؟ ميوزك اوه ايش هل العيد اللي يتلصق ورا الكنب؟ هل العيد مميز؟ أصبر, اصبر 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 والله العظيم في شيء جامد هنا أشوف ذي مو بتوني اشوفها صراحه شفتها بس اني نسيت قلت بعد هذا وهذا ما ادري ايش قاعد اقول انا فهمتوني صح؟ لا اوكي شكرا ان ناوي نهدي فجاه هدايا كذا حلوه والله شيء جميل يعني شكرا لسبيد خلينا نسمع موسيقى العيد اسمعني زين الو اسمعني اذا قاعد تسمعني في اللعبه نط يا سبك نطيت امزح معاك <applause> اعزائي اعضاء <عظيمة> مايكرو <applause> اول شيء كل عام وانتم في الف خير وينعاد عليكم صحه وسلامه ان شاء الله اليوم سبيد العربيه للعود رجع ببطوله جديده وخرافيه والجائزه اللي راح تقدم في هذه البطوله جائزه مره كبيره خلينا نبدا في الجائزه عشان تتحمس الجائزه راح تكون ستاك بلوكات دايموند يعني تسع ستاكات دايموند يب الجائزه مره كبيره وبكل اختصار بطولة هذه بطوله مين اسرع واحد يقتل التنين والله اني يعني اشوف ناس تتمحط من بدري بس قبل ما تتحمس دقيقه دقيقه في شروط يا حبيبي لك محاوله واحده بس ولازم لازم تكون مصورها مسموح تستخدم كل شيء ما راح اقول لك بس تقدر تستخدم سراير مثلا اي شيء ثاني في اللعبه مسموح انك تستخدم وطبعا الوقت راح ينحسب من اول ما يطلع هيلث التنين لين ما يختفي وبعد ما تقتل التنين وتجيب الوقت راح ابني لك مكان في السبون تروح تحط له ورقه تكتب عليها وقتك بالضبط بالثواني ما في فرق ثانيه واحده ممكن تفرق معك بالفوز ولكن للتاكيد مسموح لك مره واحده بس فاعزائي صناع المحتوى اتمنى لكم بطوله جميله وننتظركم في السبون ملاحظه راح نعلن الفائز خلال اسبوع العب اللعبه خلال الاسبوع والله شيء يا سبيد أول شيء كل عام وانتم ماي سكتك يا سبيد يعني انا اسف بس والله العظيم شيء جامد وش ذا كم كروكو 24 هل العيد مميز هل العيد اللي ورا كنب وش ناكله هذا كذا على طول نذوق الحلى اللي يتلصق ورا كنب الو بويزن هذا انت تدمج في الحياه الواقعيه كذا خلينا نشرب ذا اوبا جينيشن جولدن ابل يعني اوكي والله هديه جميله شكرا يا سويد الله يعطيك العافيه شكرا على المسابقه اللي ما ادري هل بشارك فيها ولا يعني ما ادري صراحه والله ما ادري طيب الحين بنروح لل اماكن حقت كل واحد من الشباب وراح نعطيه الهدايا بس خلونا اول شيء نجمع الاغراض حقتنا اللي نحتاجها آه كميه دايموند اللي معنا مو كثيره فوش بنستغل؟ بنستغل الاشياء الثانيه مثل الجولد والكروكوين آه معنا الحين كروكوين كلها هدايا من السبيد فبنرجع السبيد شويه من الهدايا آه لكن نحتاج هذه الجولد الصراحة يعني نحتاجها في المشروع حقنا يعني ما نقصر مع الشباب لا لازم نهديهم يعني رمضان رمضان استغفر الله عيد <applause> وكذا يعني يا شباب لازم لازم نهدي الشباب آه قدر المستطاع طيب لمثس هذه الاشياء حلوين حلوين نروح الاول شيء للريفلكس ونهديه هدية العيد شوف جاهزة اغراضنا ان شاء الله انها جاهزة كل عام بخير من عبادي حلو طيب الحين نهدي من هنا يعني نحط الكيست نحط اللوحه كل عام وانت بخير بيسلم كيف تنظيم الهدايا الحين أه هذا هذا الشيء اللي بيعيقني يعني صراحه الاغراض فل عندي مره فنجيب هذا نحطه هنا عشان نعرف نرتب اغراضنا وامورنا حاليا عدد الشباب تقريبا 12 شخص اتوقع 12 اربعة يطلع لنا 48 لا 48 شويه نحط 6 بلوكات كل واحد ولا 7 7 انا اشوف 7 بلوكات لكل واحد من انواع البلوكات هذه يعني زي كذا 1 2 3 4 5 6 7 ونسوي كذا ونحط الامثس هنا وامثس هنا باقي الورود نحط ورده 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 ولا وردة اصبروا وانا ما ادري قاعد افكر اني احط لون هنا احمر افكر احط لون 7 7 7 7 هنا كروكوين كروكوين امثس امثس ومره طيبه ان شاء الله طيب شيل معنا تشستنا هذا اللي ما ادري كيف نشيله، طيب خلصنا من ريفريكس الحين كل عام وانتم بخير اغراض بسيطة جدا 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 بس خلونا نحفظ شكليتها، سبون عندنا يسير، يسير يعني ما يحتاج هدايا ولا ايش؟ <applause> كل عام بخير، ادري وين نحط الهدايا يا اخي مكان ضيق الله يخرش بليس كنت بعد، آه نحطها هنا اشوف انه مكان مناسب، نحط عليها اللوحة، آه ما ادري كيف ترتيبها اللي قبل بس خلينا نحط سبع كذا يطلع معنا سبع بلوكات لكل شيء ان شاء الله ان كذا امورنا تمام تقريبا ان شاء الله حطينا الامثس ان شاء الله ما حطيت شي توني صاحي ما <applause> والله بضيع واجد ورود نحطها هذي كذا ان شاء الله الامور تمام الحين نحطها هذي الفايروار يلا هدية هدية الفايروار يلا مع ان ريفلكس اتوقع اني ما حطيته انا اسف يعني فاصوليا رايكم نحطه هنا عقبه يعني يعني ما يتعدى لين يشيلها ولا نرتب خلونا نرتب اوكي خلصنا من فاصوليا مثل ما تشوفون هذه الهديه نفسها وروح للي بعده ويا رب اني ما أحد باقي سبيد كل عام وانت بخير والله ودي اعطي سبيد هديه اقوى لأنه ما قصر معي صراحه اعطاني هدايا كثير ورا بعض هديه 800000 وعيد مبارك وقبله هديه وقبله هديه وبعدها عرض من محل الايرون هدايا كثير جدا جدا ما قصر معي ابدا فنحط هذه الهدايا كذا ونحط هذه كذا واخيرا الكروكوين شيل عفشنا ونمشي للي بعده ذياب هلا بالجو عامت بخير من عبادي اوه تصدقون نسيت اجيب هذا اللي تلون يا اخي ليش انسى كل شيء انا خلصنا من ذياب ثم تشوفون انا كل اللي خايف منه انه يعني توي صاحي خاف اني اخطي واضيف بلوكات او احط بلوكات متشابهه يعني مثلا احط اللون الاخضر مرتين شيء زي كذا فهذا الشيء وارد انه يصير يعني نضيف وردتين ونضيف وردتين اخيره ليه ليش حاطه كذا يا لا يا اخي ليه ليه رفع مره العادل البكات هذه الاغلب يتمناها وانا بفتح محل وفوق كذا معطيهم يعني مو بنا من عليهم يا شباب بس البلوكات هذه المفروض اني ابيعها وكل الناس بيشترونها كل اللي في السيرفر غالبا بيشترونها لان بلوكات خرافيه جدا 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 خلصنا من عادل نروح لمين او ووندد خوية يعني عد وندد خوي اليو يعني المفروض ان نضبطه بالهدايا، لكن عاد هالمره طفرانين شوي يعني ما نقدر نسوي شيء كثير صراحه، خلصنا من وندد نضيف اخر شيء هذا الشيء، خلصنا من هديه فصول لكن الحين نضيف الاشياء الثانيه اللي راح نضبط فصول باذن الله، انه ما قصر معنا فما نقصر معه، بدل ما يكون سبع بلوكات راح يكون فصول 30 بلوك من كل شيء يبغاه، خلص البلوكات حقتي؟ معقوله الماجما يا شباب الماقمة خلصت الماجما خلصت ضيف عليها كروكاين لا والله باقي كثير يا شباب المشكله باقي كثير يعني باقي اوسمز وباقي فارس اتوقع طيب الحين وصلنا الى اوسمز أختي اعطانا فصول يوم خلصت معنا البلوكات خلونا نحطه مثلا هنا عند هذا البلوكه وبكذا خلصنا هدية اوسمس الشخص الاخير اللي هو لا والله في فارس وعبادي حلو 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 يعني باقي معنا بلوكات الحمد لله نقدر نسوي والله زحمه زحمه هنا زحمه الدنيا الو والله زحمه والله تذكرت فارس وصى مليون وما اعطيته هديه هل نعطيه هديه قويه؟ خلينا نشوف الشلكر بوكس عندنا خلونا نبدا بالبلوكات نحط له 15 بلوك من كل شيء هذه عاد كم بقي؟ بقي عبادي يعني مدينا نسوي 10 اوكي 10 حلوه نحط هذه هنا باقي الكروكوين بقينا حبتين بالضبط يا ساتر يعني هذه حقت عبادي خلاص خلصنا منها باقي اوسمز اعطيناه باقي عبادي عبادي يا عبادي والله ما ادري أحطها هنا ولا هنا خلينا نحطها هنا مثلا وصلنا عند عبادي لكن مثل ما تشوفون وش الكريبرات وش ال... حتى قاعد تقاتل مع هذا الموبز اللي صاحي ثلاث ايام ما نمت في اللعبه طيب خلونا اضبط هديه عبادي على شكلي برجع شكلي برجع خلاص خلصنا هديه خلاص ارجع 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 يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء استمتعتوا باذن الله الحلقه الجايه راح تكون المشروع ان نسوي المحل حقه وزي كذا لان قاعد اشوف ان الحلقه طولت وان للحين ما بنينا المشروع فبنخلي المشروع الحلقه الجايه باذن الله لانه يبغى له وقت وجهد وتجميع يعطيكم العافيه جميعا على المشاهده كل عام وانتم بخير ونراكم على خير سلام